تحدث الدكتور ديريس لجريني عن جبر الخواطر، ولكن من يجب أن يجبر خاطره اليوم هو المواطن، وجبر الخاطر يمر حتما كذلك بتحسين ظروف معيشته. هل من فرص حقيقية دكتور وأنت تعلم المعطيات والأرقام في الحصول على إنعاش اقتصادي مأمول؟ بطبيعة الحال هذه الحكومة يعني جات في واحد الظرف يعني تتميز بما بعد جائحة كورونا، وهو ظرف صعب جدا عالميا ووطنيا. كنعرفوا بأن هذه الجائحة خلقت واحد تباطؤ اقتصادي كبير، وخلقت واحد يعني فقدان ملايين من مناصب الشغل عالميا، خصوصا على مستوى فئة الشباب وفئة القطاع الغير مهيكل. اليوم في المغرب حسب آخر الإحصائيات عندنا 1.5 مليون ديال العاطلين، جلهم من الشباب وحاملي الدبلومات. كذلك القطاع الغير مهيكل يعني أصيب بشكل كبير على يعني على مستوى الجائحة. دائرة الفقر كذلك توسعت بشكل كبير. إذن وما ننساوش تراجع كذلك الصادرات المغربية وبشكل عام التبادل التجاري الخارجي تراجع. هذا كله أثر على واحد عدد من المجالات الاقتصادية اللي كانت راهن عليها المغرب بشكل كبير، خصوصا قطاع السياحة وكل المجالات المرتبطة بهذا القطاع، وقطاع الخدمات تأثر كذلك في المغرب بواحد الشكل كبير. هو قطاع اللي كيشغل يعني فئات عريضة، فئات اجتماعية عريضة. إذا هذا هو الظرف اللي كتشتغل فيه، اللي غادي تجي تشتغل فيه هذه الحكومة هذه، هو ظرف صعب. ما ننساوش بأن كذلك هناك مديونية كبيرة اللي خلاتها الحكومة السابقة لهذه الحكومة، وبالتالي فهامش العمل على هذا المستوى ديال الاستدانة غادي يكون ضيق. إذا أنا كنعتقد رغم كل هذه الصعوبات هذه، عندي يعني ثقة كبيرة وأمل أن هذه الحكومة اللي تعقدوا عليها المواطنين واحد الامل كبير انها تحرك العجله ديال الاقتصاد. كيف؟ لان المهم كيف الدكتور يعني دريسين؟ كيف؟ انا اعتقد ممكن فعلا. اولا كاينه واحد مجموعه الاجراءات اللي ما كتحتاجش تمويل، فقط خاص نبدلوا فيها، ناخذوا واحد يعني مبادرات شجاعه لتشجيع الاستثمار على كل المستويات، لانه كنعرفوا بان الاداره اليوم هي لا زالت تمثل عائق كبير امام المبادرات سواء الصغيره او الكبيره. اذا خاص اولا نسهلوا كل ما هو غير مرتبط بالتمويل، كل ما هي اصلاحات مؤسساتيه لتحسين مناخ الاعمال خاصه نسهلوها. خاص يعني الابناك او الولوج الى التمويل باش نكونوا يعني اكثر شمولا خاصنا نزيدوا نوسعوا، لان كنعرفوا المقاولات خصوصا الصغيره اللي كانت اثرت كثيرا الالاف ديال المقاولات الحديثه النشاه اللي تقريبا جلها اختفى خلال جائحه كورونا. خاصنا نساعدوها باش ترجع مره اخرى، لانها وراءها شباب وراءها حاملي يعني دبلومات. اذا مساله ديال الولوج للتمويل خاصنا يعني نشتغلوا بواحد الشكل كبير باش يمكن المقاولات الصغيرة تولج للتمويلات الصغيرة ويمكن لها تشتغل وتشغل كذلك. إذا هذا على مستوى يمكن نقول الاقتصاد الصغير أو يعني المسائل اللي هي استعجالية. على المستوى الكبير الماكرو اقتصادي هناك يعني أعتقد بأن هناك إمكانيات كبيرة على هذا المستوى. علاش؟ لأن المغرب كيتوفر على طاقات كامنة اللي ما تمش التحريك ديالها في الفترات السابقة. هناك قطاعات كبيره اللي مازال يمكن لها تعطي يعني الكثير في الفتره المقبله، وهي معروفه هذه القطاعات هذه اللي يمكن المغرب يراهن عليها باش يمكن نحركوا النمو ونحركوا خلق الثروه، نجيبوا استثمارات كبيره لها لهذه القطاعات هذه، وفي نفس الوقت نخلقوا مناصب الشغل. اذا كل هذا الشيء انا كنظن رجعنا للتقرير ديال النموذج النووي تحدث بتفصيل على هذه القطاعات الواعده اللي يمكن المغرب يشتغل عليها.